حياكم الله. يائس هو الكيان الإسرائيلي في رغبته في فصل الساحات ووقف جبهات الإسناد لا سيما اللبنانية منها وعلى نحو خاص، ففي ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية المستمرة يضيف الكيان الصهيوني صفحة جديدة إلى سجله الحافل بالجرائم والتي لم تقتصر على الصراع على ساحات المعارك التقليدية فقط، بل تجاوزت لتشمل الفضاء الرقمي الذي أصبح ساحة جديدة للحروب. الهجوم السيبراني من قبل الكيان الصهيوني الأخير على لبنان يفتح الباب أمام معادلة ردع جديدة بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف لفرض معادلته الخاصة. في الوقت ذاته تأتي مزرة البيجر كحدث مفجع آخر يضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي يواجهها الشعب اللبناني ومحور المقاومة. السؤال المطروح الآن هو كيف سيكون رد المقاومة على هذه الأحداث المتشابكة؟ وهل سيغير الهجوم السيبراني من أسلوب المواجهة؟ كل هذه الملفات تابعوها في حلقتنا لهذا اليوم.